سبب العقوبات التي سلطت على جماهير وأنصار فريق الرجاء والوداد البيضاويين المدرجة اليوم فارغة، لكن هناك جمهور ربما غنقتصروا في شخص واحد فقط، شخص اللي راح ضحية أعمال الشغب في مباراة وخلال مباراة الوداد وحسنية أكادير، شاب يعني كيبحث على المستقبل ديالو ويدعى كمال المالكي ربما الآن يتصدر صفحات الإعلام المغربي، الكل كيعرف هذا الشاب الذي تم أو بترت إحدى ساقيه أو ساقيه اليسرى ومعي اليوم باستثناء هو يحضر ويملأ مدرجات محمد الخامس لوحده، ربما حضور متميز اليوم مع كمال، ما يمكنناش نتحدثوا على 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 الصورة على الآلام اللي كتعيشوا الآن كمال، لكن الصورة هي واضحة أمام أنصار وجماهير كرة القدم المغربية. أولا اش ممكن تقال على الحديث اللي تعرضتي ليه كمال؟ داكشي ما خاصناش نبقاو نفكروا فين، حيت ما داكشي اللي وقع ما بغيناش نبقاو نشوفوه كاع في البلاد عندنا في جميع الملاعب الوطنية، حيت تيشوس معاديا وتيشوس الكرة المغربية عندنا. كمال انت الان ربما ما سقطتي ما طحتي ما والو، ولكن مشات لك عضو من اعضاء ديال الجسم ديالك، الرجل كنتكلم على الرجل اللي كتمشى بها وكتبحث بها على المستقبل ديالك، فكتمشي لك الرجل ديالك يعني في لحظه ديال ربما ديال الغضب ديال ما نقولوش خطر روك ما نقولوش تعصب ما نقولوش، لكن غضب ديال الجماهير علاش على كره القدم اللي كتبقى دائما هي لعبه فقط فيها منازم وفيها منتصر، يعني رجلك كتمشي بسبب اعمال وبسبب غضب لحظة غضب ديال الأنصار ربما نقولش دخلاء، لكن كيبقى شغب وفيه تعصب وربما هما الآن كيشاهدونا الآن. أنا مسامح لأي واحد في هذا الشيء الحمد لله، ولكن هذا الشيء كامل تيبقى مكشاف ديال الله، ما أدنى من ديرو يا ربي راه كبير الحمد لله راه شي ما تيحيدك.